قد كاد يفني جمعهم، قد كاد يفني جمعهم لولا الذي قد خط في لوح القضاء المحكم. قد كاد يفني جمعهم لولا الذي قد خط في لوح القضاء المحكم. سهم رمى أحشاك يا ابن المصطفى، ليلة واحد محرم يا أبا عبد الله. البكاء بكل سنة ذي لذة، لكن بهالليالي العشرة لذة خاصة، صحيح ولا؟ سهم رمى أحشاك، سهم رمى أحشاك يا ابن المصطفى، سهم بقي كبد الحقيقة قد رمي. سهم رمى أحشاك أبو علي ابن المصطفى، سهم بقي كبد الحقيقة قد رمي. يعني صار بعد اي والله يا أرض ميدي يا سما تفطري، يا أرض ميدي يا سماء تفطري، يا شمس غيبي يا جبال تقسمي، يا أرض ميدي يا سماء يا تفطري، يا شمس غيبي يا جبال تقسمي، يا عين جودي يا نفس ذوبي، يا نفس ذوبي يا جفون تقرحي، يا عين جودي يا مدامع نسجني. شنو هاي كلها على شنو؟ خل عيد ذني عجيبات، على شنو هاي؟ يا أرض ميدي يا سماء تفطري، يا شمس غيبي يا جبال تقسمي، يا نفس ذوبي يا جفون تقرحي، يا عين جودي يا مدامع نسجمي. ليش؟ والله سجمي لم أنسى زينب. هاي كلها على هاي. يا بلم أنسى زينب وهي تدعو بينهم، يا قوم يا قوم ما في جمعكم من مسلمين، ولكم مش بيكم يهود أنتوا كفرة. يا بلم أنسى زينب وهي تدعو بينهم، يا قوم ما في جمعكم من مسلمين، يا بمن مسلمين إنا بنات المصطفى. الله أكبر. لكم احنا عرضنا بيكم، مش بيكم انغسل حظكم، عرضنا بيكم احنا. إنا بنات المصطفى ووصيه ومخدرات بني الحطيم وزمزمي، يا بو الزمزمي قد أزعجوا أيتامنا. احنا بنات محمد. قد أزعجوا، أعيدك يا أعيدها خادم خادم خادم. يا أرض ميدي يا سماء تفطري، يا شمس غيبي يا جبال تقسمي، يا نفس ذوبي يا جفون تقرحي، يا عين جودي يا مدامع نسجني. ليش؟ لم أنسى زينب وهي تدعو بينهم، يا قوم يا قوم ما في جمعكم من مسلمين،
إن مخدرات المصطفى ووصيدي ومخدرات بني الحطيم وزمزمي إن بنات المصطفى ووصيدي ومخدرات بني الحطيم وزمزمي قد أزعجوا أيتامنا قد أزعجوا أيتامنا قد أججوا بخيامنا لهب السعير المضرمين. بس أبو ذي أستفيد من الوقت للبحث وحتى أنتقل للنعو. ليلة واحد محرم ليلة واحد محرم يا أبا عبد الله يا بلاغ اللاغ اللاغ دمعنا الغير آل النبي لاهل وعسى لا يهل الغير دمعنا الغير آل النبي لا غل عسى هلالك شغر عاشو والله لا أهل لا غل بقت لا بيتاي الحرم لا غل تصيح بصوت وانا أهل الحمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أول أمر أريد أقولكم بي أحبابي قبل لا أبدي ببحثي وأستغل الفرصة وأستعجل بالمعلومات، من الليلة الآتية إن شاء الله الساعة بالسبعة أرتقي المنبر. الليلة التأخير بسبب تغيير الراية في حرم الحسين عليه السلام من راية حمراء إلى راية سوداء، هذا اللي أخرنا وإلا احنا على الموعد. فإن شاء الله من الليلة الآتية بالسابعة أنا أرتقي المنبر إن شاء الله تعالى، ولهذا أرجو من الأحبة أنه بالوقت يجون، وأعتذر منكم على يعني تأخيركم، قسم جايين من وقت طويل والقعدة متعبة ولكن أجبرنا على ذلك يعني، وهذا كله إن شاء الله أجر وثواب. وهذا شهر الحسين، هذا شهر الحسين، هذا شهر الحسين، سلام الله عليه. هاي هذا الأمر الأول اللي حبيت أشير له هذه في بداية الليلة يعني، وإن شاء الله أذكركم بي في آخر المجلس حتى يجون بعدين هم أذكرهم بذلك إن شاء الله تعالى. أما بحثنا لليالي العشر الآتية إن شاء الله تعالى، البحث ما يقل أهمية عن بحث العام الماضي اللي أخذ صدى واسع إخواني، بحث الشجرة الطيبة والأسرة الإلهية أسرة الشيطانية والشجرة الخبيثة الملعونة المجتثة في القرآن الكريم. السنة بحثنا أيضا قرآني، ما أدعي راح أكمله مثل ما بحث العام ما قدرت أكمله، ولكن لعله إذا ما قدرت أكمله هنا أكمله في العشرة الثانية وهي أيضا تبث إن شاء الله تعالى. باعتبار طويل بحثي لهذه الليالي أكثر من 120 آية، أكثر من 120 آية في موضوع مهم. الآن سأشير إلى عنوان هذا الموضوع وأكو مقدمات أقولها ومن ثم أدخل بالبحث إن شاء الله تعالى. أنا أستبعد أن هاي 120 آية أقدر أوقف عدها بعشر ليالي كلها، هذا بعيد جدا. وأنت أكو عليك يعني مو ضغوطات وإنما طلبات ناس تضغط عليك بعض الأحيان، قسم من الناس يقول لك شوية استعجل بالبحث، قسم من الناس يقول لك لو تعطي معلومات أكثر مما تقرأ آيات حتى نوصل إلى نتيجة، قسمي يقول لك أنت تحاول أن تكون وسطي أمام كل هذه الطلبات من الأحبة، وهذا بالنتيجة مو شيء سهل، صعب، لأن بعض الآيات تفرض نفسها عليك بها كلام كثير وبها معلومات مهمة تفرض نفسها عليك أن تطول بها، بعض الآيات تقدر تستعجل بها. قضية مو بالسهولة اللي الأخوة يطلبوها مني، لا أصعب مني ومنكم بعض الأحيان تفرض نفسها علي وعليكم في الواقع، ولهذا أحاول قدر الإمكان أن أكون وسطي في الطرح، لا أستغرق في الآيات بسرعة ولا في البحوث ببطء أو بسرعة أيضا، أحاول أن أكون وسطي حتى نقدم شيء مفيد للأحبة إن شاء الله تعالى الحاضرين والإخوة اللي يتابعونا في العالم. جاي هسه هو عنوان البحث شنو حتى الوقت ما يأخذنا والكلام ما يطول فيه لا معنى له في الواقع، هو البحث شنو إخواني. السنة اختاريت هذا البحث وشنو ارتباطه بكربلاء الآن سأبين إن شاء الله تعالى. عنوان بحثي أكو موضوع في القرآن مهم جدا، اختاريت لهذا الموضوع من بداية القرآن إلى نهاية القرآن 120 آية، وإلا الموضوع أكثر من 120 آية بعدد كبير لعله يوصل أكثر من 300 آية أو
250 آية، لكن أنا اللي اختاريتها قرابة 120 آية لهذا البحث. فأنتوا شوفوا البحث إيش قد مهم، اللي القرآن أعطاه أكثر من 200 آية. شنو من موضوع مهم؟ هسا قبل لا أقول العنوان، أكو قضية أريد أقولها على المنبر، لعل بعض الإخوة يقول هكذا، يقول بعض يسألني يقول ليش عجب طريقتك يعني كل 10 ليالي بموضوع، ليش مو كل ليلة موضوع حتى نستفيد يكون الأمر متنوع، ليش 10 ليالي؟ إخواني هي صح 10 ليالي بموضوع، ولكن هو نفس الموضوع صحيح من حيث المبدأ في عنوان واحد، ولكن من حيث التفاصيل كل آية راح تأخذ مني شنو شبكة معلومات ودائرة معارف كما يعبرون الآن. هو صح العنوان واحد من حيث المبدأ، لكن من حيث التفاصيل راح تشوفون ماكو موضوع ما راح انطرقه اطرقه وارجع للموضوع الرئيسي واحاول ان ما اشتت البحث. فالمسألة مو سهلة، جدا صعبة، ولكن اطلب من الله ان يعينني على ذلك. يعني راح ادخل في عدة امور حتى ننوع، لكن بشرط ان هذا ما ياخذ مني اساس موضوعي، ابقى على اساس الموضوع حتى ما يتشتت بحثنا. ولا مانع من أن أتكلم في هوامش مهمة متعددة العناوين في الواقع، ونستفيد منها أيضا، ونستغل فرصة الحضور في هذه الليالي والبث حتى نوصل أكبر عدد ممكن من المعلومات للأحبة الكرام. جيد، عنوان البحث شنو؟ عنوان البحث أيها الأحبة لهذه السنة هو موضوعة التشابه القلبي أو تشابه القلوب في القرآن، مبدأ تشابه القلوب في القرآن الكريم واتحاد الأفكار في القرآن الكريم وإن تغيرت الحقب الزمانية. البشر هم البشر، وأولاد آدم هم أولاد آدم، والناس هم الناس، تتشابه قلوبهم وتتحد أفكارهم وإن تغيرت أسماؤهم عناوينهم أشكالهم، ولكن كنظرية قرآنية في كثير من الأحايين تبقى القلوب شنو متشابهة كما يعبر القرآن. هسا هاي آية تشابه القلوب أنا راح أجيها أثناء تسلسل القرآني، الآن ما أريد أستبق الآيات طبعا. والليلة أنا وجهة نظري الخاصة أن البحث من الليلة الآتية راح يكون مشوق أكثر من الليلة، كعادة الأحبة اللي يتابعون أبحاثي أول ليلة أنطي أسس تكون شوية ثقيلة ومزعجة، من ثاني ليلة يبدي جمال البحث إن شاء الله تعالى. فأنتوا الليلة تحملوني بعد مثل ما تحملتوا الجلسة الطويلة، تحملوا هم شوية يعني جمود البحث هذه الليلة، باعتبار أخلي أسس من الليلة الآتية أبدي بالبحث إن شاء الله تعالى. تتحملوني حتى أريد نطلع نجي. إخواني أنا 100 مرة قايلة على المنبر أقدر أسويها قصة وسالفة وحكاية منا وحكاية مناك، أضيع الوقت عليكم وعلي. أريد نطلع بنتيجة، أريد نطلع بنتيجة، ما أريد نضيع الوقت. كل واحد منكم منطيني ساعة، واللي تابعوني بالبث كل واحد منطيني ساعة. إذا أجمع هاي الساعات ما أدري إيش قد متابعيني، كم ساعة الناس مطيتني كون أقدم فشي يعني، صحيح ولا؟ جيد. يظهر القلوب كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أجيها للآية بالتفصيل هسه الآن فقط إشارة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يا رسول الله قالوا لك ذولا مثل ما قبل 5000 سنة قالوا للنبي الفلاني نفس الحكاية، هاي 5000 سنة ما غيرت طريقة تفكير القلب. تدرون القلب بالقرآن مو هذا القلب الصنوبري، أكو قلب صنوبري وأكو قلب إدراك تعمل القلوب التي في الصدور وغير ذلك، صحيح ولا؟ أنا أقصد هذا القلب، القلب القرآني. أكو هسه قلب ما أعرف شو اسميه، لغوي، أكو قلب اصطلاحي، أكو قلب قرآني. هسه هاي التفاصيل تحتاج إلى وقت آخر، الآن مو محلها، اتركها إلى وقت آخر. شو الفرق يعني؟ لا أقصد القلب القرآني اللي القرآن دائما يركز عليه، دائما ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد يرى، يا فؤاد يا قلب يرى. حتى هسه محطة الصراحة بسرعة، وإحنا بعدنا بداية مجلسنا، مرة من المرات حتى يعني أخلي محطة استراحة للأحبة، مرة من المرات الإمام الباقر كان جالس سلام الله عليه يم أصحابه، قال لهم أنا راح أقرأ كلمات ما يشوفوني، ما راح يشوفوني،
وياه هو اللي يجي يسألوه يقولوا له الإمام الباقر موجود يا ما موجود، راح يقول لكم ما موجود، ما راح أخلي واحد يشوفني، راح أخلي حجاب بيني وبين الناس. يقول قرأ الإمام آيات خلاص إحنا ما نشوفه. يقول يجون الناس أهل البصر، أهل البصر البصر المادي، شايفين الإمام الباقر، يقول قاعد بصف من الإمام الباقر، لا والله ما شفنا الإمام الباقر، ما هو الإمام الباقر اليوم بالمسجد ما هو. يقول برا شوية دخل أبو بصير، أبو بصير كان يشوف بعيونه لو ما يشوف، ما يشوف، بس كان يشوف بشنو؟ بقلبه، ها هذا بقلبه شوف هذا. دخل أبو بصير قال له يا أبا بصير الإمام الباقر ما دريت بي وين شنو؟ قال لهم جالس بصفكم الإمام الباقر، قالوا يا سبحان الله، أهل البصر ما يشوفون الباقر، وهذا اللي ما عنده بصر لكن قلب يشوف الإمام الباقر. قال لهم هذا قاعد بصفكم الإمام الباقر، أنا شوف هذا القلب اللي أقصده واللي تكلم عنه القرآن كثيرا، ولو تجمع عناوين القلب في القرآن يراد لنا بحث 10 ليالي فقط عناوين القلب في القرآن. قاسية قلوبهم، في قلوبهم مرض، القلوب المريضة، القلوب القاسية، القلوب أقسام في القرآن، أقسام القلب وعناوين القلب، لو ندخل بهذا البحث يراد لنا 10 ليالي فقط القلب وأقسامه، هذا بحث له وقته إن شاء الله. جيد. تشابهت قلوبهم كما يعبر القرآن. هذا العنوان لقيت به شبكة آيات القرآن، هي أصل ويجذر ويركز عليه ويؤكد عليه ويكرره القرآن الكريم. يا أخي لو لم يكن للأمر أهمية ليش هذا الإصرار والتأكيد؟ شنو يظهر للأمر أهمية ولهذا اخترناه؟ زين هسه تقول لي جيد هسه عنوان البحث عرفناه، هذا شنو فوائده؟ يعني مثلا من فوائده لبالك الان شنو يعني وانت خال من 10 ليالي راح تلزمنا بهالبحث هذا؟ بفائده؟ لا هواي بفوائد، هواي بفوائد. مثلا من فوائده مثلا، بس انا هذا ذني الفوائد ما اقف عندهن باعتبار مو مجالي، اريد ارتباط هذا البحث بكربلاء الحسين باعتبار احنا في 10 محرم حتى تعرف ليش اختاريت، اكو ارتباط بكربلاء الحسين ومن قاتل الحسين بالاقوام السابقين من قتلة النبيين يهود ونصارى ومجوس إلى آخره كما سأبين إن شاء الله تعالى، وجايب مصادري وياي. وأنا كم مرة قايل على البث المباشر أحب المنبر التوثيقي، المعلومة لما نقولها نقراها من مصدرها حتى الإخوة يكونون على يقين بالإنطرحة صحيح، جايب مصادري وياي كما الآن سأبين. هسه قبل لا أجي ارتباطه بكربلاء بالبداية خل أعطيك فوائد عامة وأوصل الكربلاء كآخر فائدة حتى أدخل بتفاصيلها. ما أدري التبويب واضح الآن؟ واضح إن شاء الله. جيد. مثلا من فوائد هذا البحث أحبابي أننا لسنا أسر الماضي كما يعبر بعض المثقفين في محيط الجامعات والحواضر العلمية الآن. يقول عيب المتدينين أنهم شنو؟ أسر الماضي وأسار الماضي، هذا عيب من عيوب أصحاب التدين، أنهم شت حاجي وقال لك بنو إسرائيل، شت حاجي وقال لك النصارى، شت حاجي وقال لك فلان، شت حاجي وقال لك الصحابة تعاركوا بيناتهم قبل 1000 سنة، وإحنا شنو تعاركوا قبل 1000 سنة؟ الآن أنا أسمع البعض، بل مع الأسف أنا الآن أسمع حتى بعض اللي يدعون الانتماء إلى مذهب آل البيت هكذا يقولون. أنا مرة شفت على فضائية من الفضائيات العربية، مو فضائياتنا الدينية، لا فضائية عربية إخبارية، سمعت واحد مع الأسف لابس عمامة شيعية يدعي أنه معمم شيعي ورجل دين شيعي، يدعي مو فاضل حقيقي، يدعي هتشي يقول على التلفزيون، يقول علي وفلان صارت مشكلة بيناتهم وصار لها 1000 سنة المشكلة، إحنا شنو نطاحن بيناتنا على ديك المشكلة؟ هتشي يقول هكذا يقول، احنا شنو نطاحن بيناتنا على مشكله قبل 1400 سنه؟ شنو نربط احنا مثلا؟ الان في الحواضر العلميه هكذا يقال لبعض الشباب، طبعا هذا تسطيح للامور وتبسيط للحقيقه مع الاسف، هذا مو حقيقه، هاي تسطيح لافكار الناس اخواني. كما الان سأبين من خلال القران الكريم اننا لسنا اسر الماضي ولكن الناس بطبيعة قلوبهم أنهم لا ينفكون في كثير من الأحيان عن تصرفات تاريخهم الماضي، فنحن نستفيد من الماضي لمعرفة الحاضر والمستقبل.
مستقبل لأنه تشابهت قلوبهم. المشكلة اللي صارت بين علي سلام الله عليه أمير المؤمنين مولى الموحدين وبين غيره لليوم موجودة. شلون موجودة؟ أنا أقول لك شلون. يعني أنت لما هسه أريد أتكلم كلش من بعيد، كلش من بعيد حتى ما أسيء لأحد، أنا أسولف كلش من بعيد. أنت لما واحد أقام ما عنده على حرق بيت امرأة وأطفال والامرأة بتنبيهم، لما كان هذا الأساس، الأساس قائم على حرق البيوت، الآن أبناء أبناء أبنائهم ببرا ألف وكذا سنة يحرقون البيوت لو ما يحرقون البيوت. أسألكم، إحنا أسر الماضي؟ وهو الآن تحرق البيوت، أي أسر الماضي، مو ذاك الأساس لليوم باقين عليه؟ شنو ليش تسطحون أفكار الناس وتضحكون على الناس؟ تكلموا الحقيقة شبابنا، ليش تضحكون على شبابنا؟ عقد، واحد يسمي عقدة الماضي، مشكلة الشيعة عندهم عقدة الماضي، أي عقدة؟ الشيعة اليوم بيوتهم تحرق، شنو عقدة؟ أي عقدة؟ شنو العقدة؟ أنا أسألكم، شيعة بتل أعفر بقى؟ شيعة بطوس خرماته بقى؟ ذولا منسيين، خلنا نذكرهم منسيين، ما حد بحالهم، ما حد بحالهم، يطحنون ولا واحد يشغل بيهم. شيعة بموصل ذولا الشبك وغيرهم بقى ولو أبادوهم؟ هي القضية بس قضية لليوم تحرق البيوت، مو أساس حرق بيت لليوم تحرق البيوت، تشابهت قلوبهم، مسألة عقدة ونقل. لا لا، الماضي قاعد نشوفه كل يوم، احنا الآن كل يوم قاعد نشوفه، مسألة احنا أسارى الماضي. هسه هذا بعد شنو مصاديقه؟ مصاديقه أنا جايب لكم 120 آية قرآنية، بس الآن أرد أبين لكم فائدة من فوائد هذا البحث، أننا لسنا أسر الماضي كما يحلو للبعض أن يصور للآخرين في الواقع، خصوصا في محيط جامعاتنا وشبابنا، ويستغلون عدم اختصاص شبابنا بالجانب الديني فيطرحون عليهم مثل هذه الشبه حتى يشككوهم بدينهم، ويظهر أكو مشروع وإن كان ما ماخذ دور. أنا قاعد أروح بالجامعات وألقي محاضرات، ما شاء الله الأكثرية من شبابنا أهل دينه ويتفاعلون ويانا، ما يعني مو ذاك التأثير، لكن حتى هذا الشيء البسيط المفروض نحاربه بالدليل، بالدليل بالدليل، بالمعرفة نحاربه، بالعلم نحاربه. جي بس هاي فائدة لو مو فائدة؟ أسألكم، ها فائدة؟ فائدة. اللي ذبح طفل رضيع يوم العاشر الآن يذبح أطفال لو ما يذبح؟ صار لها ألف سنة بس لليوم الذبح موجود، لليوم المتوكل اللي قتل العالم على زيارة الحسين لليوم يفجر مفخخات على زوار الحسين. لو أنا مشتبه، ها شنو أسر الماضي؟ بل تعال فهمني أسر الماضي شنو؟ عقدة الماضي، شنو عقدة الماضي؟ شنو عقدة الماضي؟ شنو الحاج الساذج هذا البسيط البائس؟ اللي أسروا نساء بكربلاء الآن قاعد يعتدون ويقتلون ويذبحون، واللي قتلوا شباب الآن يقتلون، واللي شي يسوون ذولهم قاعد يسوون أولادهم وأبنائهم وأحفادهم في الواقع. ما تغير أبدا، ما تغير شيء. هند أكلت كبد الحمزة، لو أنا مشتبه زين، الآن شفتوا بعيونكم أكل الأكباد يوم ما شفتوا خو بعد قدام التلفزيون كبد أكله، سبحان الله. يعني كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ليش؟ تشابهت. سبحان الله، أمة أكلت هند، الابن أبرا 1400 سنة هم أكل كبد، نفس الشيء. بعد أسر الماضي شنو؟ أنا أستفيد من الماضي لمعرفة حقيقة الموجود الآن والجاينة من خلال الماضي. ولهذا القرآن أشار إلى قصص الماضين حتى عبرة، من القرآن قال عبرة يوم ما قال الحاضر والمستقبل. إذا نحن أبناء المستقبل ولكن نستفيد من تجارب الماضي. واحدة مثلا أنطيك فائدة ثانية، أنت بس إن شاء الله منتبه لي جيد، أنطيك فائدة ثانية حتى أجي الكربلاء أقراها ذني حتى باشر شوية استعلي. مثلا أمراض اجتماعية كثيرة القرآن شخصها عمرها أكثر من 10,000 سنة وعشرين ألف سنة، بل 500,000 سنة، بل مليون سنة. القرآن شخص هاي الأمراض ابتلوا بيها أقوام قبل 500,000 سنة، قبل 20,000 سنة، قبل ما أدري 50,000 سنة. يظهر هاي الأمراض لليوم شنو؟
موجودة سبحان الله، والقرآن شخصها. أمراض اجتماعية، أمراض أخلاقية، تربوية، إيش تجي عبر عبر. عمرها هاي هذا المرض عمره مئات آلاف السنين، لليوم بعده موجود. هسه تقول لي طيني مصداق من هاي الأمراض، فلما نشير إلى هذا البحث راح نكشف أثناء سيرنا مع الآيات كثير من هذه الأمور نعالجها قرآنيا، باعتبار هي مرتبطة بحاضرنا وشنو؟ ومستقبلنا، لنظر متجذرة عمرها آلاف السنين. أضرب لك مثال من هاي الأمراض الموجودة اللي ذكرها القرآن، قوم شعيب يقولون الشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ مرض عجيب لليوم موجود. بس شنو المرض؟ ماذا التفتوا له وما التفتوا له؟ أنه يا شعيب إحنا تركناك وأنت تنتقد آلهتنا وتسفه بعبارة أدق آلهتنا لأجل عشيرتك، لعيون عشيرتك إحنا ساكتيلك وما أنت علينا بعزيز، بس لعيون عشيرتك لعيون قبيلتك ساكتيلك. شعيب جاوب قالهم غلط، تفكيركم غلط، تفكيركم شنو غلط؟ يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أنا أسألكم بالله الآن، إذا الحكم الشرعي قال كذا وشيخ العشيرات كذا، شنو اللي يمشي؟ نفس اللي قالوا قوم شعيب قبل إيش كثر؟ قوم تدرون شعيب بزمن موسى عليه، صحيح ولا؟ وموسى تزوج منه بن شعيب، يعني زمن موسى المرض موجود ولليوم بعد باقي. تشابهت سبحان الله. الآن الأعراف العشارية هي الحاكمة، مو الدين حاكم. يعني أرهطي أعز عليكم من الله، هاي يظهر لليوم بعد، هي العشيرة فوق رب العالمين وحكم رب العالمين لليوم بعد، لليوم. فلان من عشيرة فلان قتل فلان من عشيرة فلان، إيش أكو واحد من أبناء هاي العشيرة يصير مستهدف لتلك، مو القاتل، إيش أكو واحد؟ هذا شنو هذا حكم بن هذا؟ هذا حكم الله لو عبد الله، حكم عبد الله مو حكم الله، بس ماشي لليوم ماشي، ماشي حكم عبد الله ماشي. يا قوم شعيب يصيح، لليوم المرض موجود. تشابهت قلوبهم. المسألة خطيرة يوم مو خطيرة؟ ثلاث نسوان مقبعة أخذ، شنو شنو تسوان ملكك هي؟ من جايبها هاي؟ شنو قبعة ثلاثة وأخذ شنو؟ نهوة وما أدري شنو، اليوم موجودات. بس قاعد نسافر ونروح بالقرى والأرياف، مشاكل ما إلها نظير قاعد نشوف. يعني خاف تقول لي لا، يعني خاف واحد عايش بمدينة مو يم شوية عشائر ويقول معقولة؟ شنو معقولة؟ تفتر مثلي واسمع وشوف، وشوف الكوارث اللي تسمعها، الكوارث اللي ما تنعقل. يعني بعض الأحيان ما نصدق، والله يسولفونا ما نصدق، بعض الأحيان ما نصدق، نسمع أمور ما تصدق وحاكمة لليوم، وش حد ما يسويها؟ يقتل ثاني يوم. تشابهت قلوبه. انطيك ثمره ثالثه ولا خل اعطيك ثالثه حتى الرابعه اربطها بكربلاء؟ شنو ارتباط بحث بكربلاء حتى هم اخلي حصه لا باس بها للرثاء؟ هسه اعطيك ثمره ثالثه وانتقل لكربلاء. ثمره ثالثه، سبحان الله اخواني، من خلال هذا البحث نكتشف قرب أتباع آل البيت للأنبياء والحق وغير أتباع آل البيت كما سأبين. أنت الآن هاي خليها يمك دعوة خالية من الدليل، بالليالي الآتية سيأتيك الدليل القرآني، القرآني سأثبت لك قرآنيا، وهاي نستفيدها من خلال هذا البحث وهذا العنوان، أنه غير أتباع آل البيت أقرب الناس لأقوام الأنبياء الذين وقفوا وحاربوا الأنبياء ووقفوا بوجوه الأنبياء. أما أتباع آل البيت هذا سأثبته قرآنيا، أما أتباع آل البيت ومذهب آل البيت أقرب الناس للأنبياء عليهم السلام. هسا فقط سأشير، بعدين تجيك الآيات بالتفصيل، قلت لك عندي 120 آية ستأتيك الآيات. مثلا سأثبت لك إن شاء الله تعالى أن الجبر، أن الجبر، هسا نجي للجبر، نجي نسولف فيه، أن الجبر كعقيدة الآن من يعتقد بها؟ إحنا وغيرنا أسألكم، خو إحنا واضح أمرنا أتباع آل البيت لا جبر ولا
ما نعتقد بالجبر. غيرنا إخواني شوفوا، لما أقول غيرنا بالكم يمي، لما أقول غيرنا يعني مو المتعصبين منهم، لا لا، حتى غير المتعصبين. واضح كلامي ولا؟ حتى غير المتعصبين منهم، يعني حتى الأشاعرة بعبارة كلامية دقيقة، حتى الأشاعرة اللي هم عموم الغير يعتقدون بماذا؟ بالجبر كدين. الآن سألهم أنت مجبرة؟ نعم. يقول لك مجبرة، نعم. سنثبت من خلال هذا البحث أن القلوب تشابهت مع الذين وقفوا بوجوه الأنبياء، لأنهم كانوا يعتقدون بالجبر. فأول من اعتقد بالجبر مثلا إبليس، فبما أغويتني. شوفوا مثلا أول من اعتقد بالجبر منه يظهر، مو فقط أول من قاس إبليس، إحنا المعروف عندنا أول من قاس شنو؟ لا، أول من اعتقد بالجبر من؟ يقول للرب العالمين أنت أغويتني. فبما أغويتني يعتقد بالجبر، الله هو يغوي والله هو يعاقب على الإغواء كما يعتقد المسلمون الآن. زين هذا لما تشابه قلبه مع ذاك، زين وهي بس ويا إبليس؟ لا، الآن سأثبت أن الجبر من خلال الآيات هاي 120 آية، أن الجبر عقيدة يهودية. ولما يجيك الآن مجبر تشابه قلبه مع من؟ أما أنت تقول لا جبرة. أمر بين الأمرين، هذا سيأتي، هذا سيأتي، تتأتي الآيات مفصلة تباعا نتكلم بها إن شاء الله تعالى. الآن فقط أشير عقيدة أخرى بما تبقى لي من الوقت مع الأسف، كالعادة أجيب وياي كتبي وأرجعهن وأنا ما قاريهم. مثلا البداء، هسا شنو البداء؟ راح يجي هسا، ما أرد أسولف، بس سأثبت قرآنيا. الآن يكفرون يقولون الشيعة تعتقدون بالبداء، بالبداء فأنتم كفرة. سأثبت قرآنيا أن الذين لا يعتقدون بالبداء هم اليهود الذين قالوا يد الله شنو؟ مغلولة. أكو الآن من شابههم بهذه العقيدة، أما إحنا نعتقد أو ما نعتقد بالبداء؟ نعتقد. غيرك ما يعتقد به، يعني شابه من؟ الطريف ابن تيمية وربعة يقولون أقرب الناس لليهود هم الشيعة. هسه كيف خي يقول؟ لا خي يقول، أنا راح أقرأ آيات قرآنية وأشوف عقيدة اليهود توالم عقيدتنا وعقيدة غيرنا من خلال القرآن الكريم. بعد ليش ابن تيمية؟ خلوا القرآن شنو؟ تشابهت قلوبهم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. هاي ثمرة أخرى، ثمرة كربلاء. أنا مقدمات الكربلاء كلها الآن أنا على المنبر لغيتها، كلها لغيتها حتى أقرأ مصادري، كلها لغيتها المقدمات، أنه ارتباط البحث. مباشرة راح أدخل كربلاء الحسين والذين واجهوا الحسين والمحيط الذي عاش فيه الحسين، ومن ثم الذين قاتلوا الحسين شلون تشابهت قلوبهم مع الذين سبقوهم من قتلة الأنبياء والذين وقفوا بوجه الأنبياء وعبدة الأصنام. في الواقع أقرأ لكم بعض الأمور، مثلا خلوني أبتدئ بتأريخ الطبري إخواني، مجلد ثالث، تأريخ الطبري للطبري المتوفى سنة 310 هجرية، 310 هجرية، احنا الآن 1435 هجرية، صح ولا؟ يعني من بكرة إن شاء الله خمسة. مقصود هسه المجلد الثالث من سنة 36 هجرية إلى سنة 90 للهجرة. مثلا هكذا يقول الطبري في تأريخه، يتكلم عن الحسين، فلما سار الحسين نحو مكة، فلما سار الحسين يعني منين طالع؟ جزاكم الله خير، من المدينة. قال الحسين كان يتلو لما خرج من المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم. يظهر الذين كانوا في زمن الحسين وكان عايش وياهم الحسين سلام الله عليه وكان عاشرهم الحسين عليه السلام وطلع منهم من المدينة، أشبه الناس تشابهت قلوبهم مع اللي كان منهم عاصرهم موسى عليه السلام. واللي كان معاصرهم موسى هم ما بين يهود وما بين أقباط جماعة فرعون، صحيح ولا؟
وإلا ليش تلا الحسين هذه الآية والطبري ينقل ذلك عن سيد الشهداء والمصدر بيدي. ليش الحسين يتلو هذه الآية مثلا؟ نجني من القوم الظالمين يعبر الحسين، يعني كما قال موسى ونقل القرآن ذلك على لسان موسى عليه السلام. تفتوا، يقول الطبري: فلما دخل مكة الحسين قال: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء. سبحان الله، هسه يظهر حتى في تسلسل سير موسى أكو ارتباط وأكو أوجه شبه بين تسلسل سير الزمني مع تسلسل السير الزمني لمن؟ لسيد الشهداء سلام الله عليه. ولهذا الحسين يقرأ الآيات حتى حسب التسلسل الزمني. هسه من بعد ما راح الحسين يمشي موسى يمشي شعيب وبقى 10 سنين صحيح ولا؟ وتزوج بنت شعيب ورجع وبالطريق صار نبي. بالطريق صار شنو؟ لما رجع صار نبي. أما الحسين عليه السلام لما راح من المدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء، حصل على الفتح، مو صار إمام. الحسين إمام لكن حصل على الفتح. أما بعد كتب في مكة، أما بعد إلى محمد ومن بقي من بني هاشم في المدينة، أما بعد من لحق بي منكم استشهد ومن لم يلحق لم يشهد الفتح والسلام. أنا هاي متكلم بيها سنة من السنين، 10 ليالي في فتح الحسين. شنو معنى فتح الحسين؟ تشابه. وإلا ليش أبو السجاد كان يتلو هذه الآيات؟ والمصدر أمامكم الآن بيدي أيها الأحبة، وهو كما بينت تأريخ الطبري. مثلا أعطيكم قضية أخرى يذكرها الطبري من بعد صفحتين، يعني في صفحة 295. قال أبو مخنف، يقول الطبري، بالكم يمي ولا ما ظل عندي وقت هواي: سمعت الحسين بن علي بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير، مع عبد الله بن الزبير، فقال له ابن الزبير: إلي يا ابن فاطمة، فأصغى إليه فساره، ثم التفت إلينا الحسين فقال: أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري، جعلنا الله فداك. قال: فقال: أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس. ثم قال الحسين، التفتوا: والله لأن أقتل خارجا منها، يعني من مكة أو الكعبة، بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا فيها بشبر. وأيم الله، يقسم الحسين في تاريخ الطبري، وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، ووالله اعتدن علي كما اعتدد اليهود في السبت. يعني تشابهت هم واليهود، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. إذن أكو ارتباط وما أكو ارتباط؟ هاي في تاريخ الطبري والمصدر بيدي. جيد، مثلا بعد ارتباط هذا البحث بكربلاء من مصاديق، الآن أمامكم الإرشاد للشيخ المفيد رحمة الله عليه. الشيخ المفيد في مجلده الثاني ضمن سلسلة مؤلفات المفيد، مجلد 11، الإرشاد مجلد الثاني في صفحة 132 فصاعدا. مثلا عن علي بن يزيد، عن علي بن الحسين قال: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه، يعني من منزل، إلا ذكر يحيى ابن زكريا وقتله، وقال يوما: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى ابن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يقول: ما نزلنا مكان، ما خرجنا من مكان إلا وكان الحسين يذكر من؟ يحيى. قتل ونشر بالمناشير أو لا؟ من الذي قتله؟ والحسين عليه السلام يقول: أهدوا رأسه إلى بغية، وأنا هم يهدى رأسي إلى بغي من بغايا هذه الأمة، وهو يزيد وابن مرجانة. في الواقع قتلت الاثنين يهود وإن ادعوا الإسلام. تشابهت. هذا ارتباط بحثنا بكربلاء. هذا مصداق آخر من سيظهر. المهم أكو بعض أمور أخرى. هذا إخواني بحار الأنوار أمامكم، العلامة المجلسي، مجلد 44 في بحار الأنوار للعلامة المجلسي
رحمة الله عليه. هنا التفتوا لي جزاكم الله خير. شوف الإمام بأبي هو وأمي ماذا يقول أبو السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هنا الحسين عليه السلام يقول شوية الرواية طويلة. لما التقى الحسين مع أبي هرم كأنه ويقول للإمام ما الذي أخرجك من المدينة؟ قال ويحك يا أبا هرم شتموا عرضي فصبرت. هسه ما أدري في مورد آخر ناب البحار مكتوب أبو هرم، أنا قاري في مكان آخر أبو هرة مو أبو هريرة، أبو هرة هسه نفسه أو إلى اسمين أو اختلف المؤرخون في اسمه غيره ما أعرف. أنا أقرأ المكتوب في البحار الآن أمامي. قال ويحك يا أبا هرم شتموا عرضي فصبرت. هاي في صفحة 314 بحار الأنوار 44 المجلد. شتموا عرضي فصبرت، وطلبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي. ثم يقول وأيم الله ليقتلني ثم ليلبسنهم الله ذلا شاملا. مثل ما اليهود قتلوا الأنبياء فباءوا بغضب من الله وألبسهم الله ثوب الذلة والمسكنة كما في آيات سورة البقرة وآيات سورة آل عمران، مو هيك؟ أنه ألبسوا الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يقول لذولا نفس الشيء، راح يقتلوني، راح يذلون، وراح شنو؟ مسكنة وذلة وغضب من الله، وسيسلط الله عليهم شرارة. ذولا يهود تشابهت حتى لو يصلون، حتى لو يصلون ويصومون مثلا. هسه هذا في الواقع دليل آخر أو معلومة أخرى لارتباط بحثنا بالحسين وما جرى على الحسين سلام الله عليه. ما يخالف أقرأ لكم بعد هذه الرواية؟ تحملوني حتى نروح للمصيبة. والله لا يدعونني، الحسين يقول أيضا في البحار صفحة 375 مجلد 44، والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم. التفتوا، تكملة تكملة، سلط الله عليهم من شنو؟ من يذلهم، حتى يكونوا أذل الأمم. أسألكم بالله، هاي الأمة الآن أذل الأمم يوم مو أذل الأمم؟ ها؟ هاي الحسين قالها قبل 1000 وكذا سنة. الدنيا كلها تطورت بس هاي الأمة شنو؟ لورا لورا، أكل ونوم، لا علم لا فهم، صحي ولا؟ أبو السجاد قبل 1000 سنة قالها. يكونوا أذل الأمم، وهذا كلام تشوفوه الآن بأعينكم. الآن العالم قاعد يرتب نفسه ويعدل وهم يطاحنون بيناتهم، واحد يقتل الثاني، صحيح ولا؟ طاحن، ما تعرف هاي الدولة هيك ذيك الدولة، طاحن بيناتهم، واحد دولة تضرب دولة، شعب يضرب شعب، ناس تضرب ناس، ما تفهم الفيلم شنو ما قاعد تفهم. أذل الأمم، يقول الحسين، إذا قتلوني وصار أبا عبد الله، واليوم نراه بأعيننا يا أبا عبد الله. حتى يكونوا أذل الأمم، يقول أبو السجاد روحي فداه. سبعد خلاص، أكتفي بهذه المعلومات، وباعتبار الوقت بعد ما يسمح لي خلي معلومة أخذ منها أي وحدة وأترك الباقي. صلوا على محمد وآل محمد. مثلا مثلا، بس هاي يكون باشر هم أوقف عليها. الصحيح من مقتل سيد الشهداء عليه السلام، ينقل هاي المعلومة عن تاريخ الطبري، ينقلها عن تاريخ الطبري آخر شيء، عن تاريخ الطبري عن محمد ابن قيس. طبعا تاريخ الطبري مجلد 5 صفحة 443، لعله باشر من أعيدها أجيبها ويا عندي تاريخ الطبري أطلعها بالطبري وأقرأ لك إياها من الطبري. يقول جاء حنظلة، عجيبة عجيبة، بس أقراها الليلة وباشر أتكلم بيها حتى تشوفون الارتباط تشابهت. جاء حنظلة ابن أسعد الشبامي فقام بين يدي الحسين، هذا من أصحاب الحسين، يظهرها يوم العاشر، راجل يخاطب القوم اللي تشابهت قلوبهم مع اليهود والنصارى والمجوس والكفرة
والمجرمين والقتلة وحثالة التأريخ. فقام بين يدي الحسين فأخذ ينادي، هذا من أصحاب الحسين، هذا عرف، كان يشير إلى هاي القضية اللي يريد نبحثها بعشر ليالي. يقول فنادى بين يدي الحسين اللي هو حنظلة ابن أسعد: يا قوم إني، آية قرآنية تلا عليهم آية، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد اللي نزل عليهم العذاب، ما تقومون به قام به قبلكم من، وإن كان هذا أعظم وأفدح وأخطر، ولكن من حيث المبدأ قتل الأنبياء، الوقوف بوجه الأنبياء، معاندة الأنبياء، هذا قام به عاد وما أدري إيش وثمود وقوم شعيب وقوم لوط. يعني خلاصة كلامه استدالة بهاي الآية يقولهم أنتم خلاصة قتلة الأنبياء. شوفوا، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله، يعني يذلكم الله، يسحتكم يذلكم بعذاب وقد خاب من افترى. فقال له الحسين: يا ابن سعد رحمك الله، إنهم قد استوجبوا العذاب. حكيك بعد ما يفيد، الله كتب عليهم كثمود كعاد كقوم لوط كقوم شعيب، يعني تشابهت. هسه بحثنا الارتباط بكربلاء يوم إلى يكفي خلص. أبو السجاد الليلة خلوا لك راية سودة على قبتك أبا عبد الله. لا إي بارك الله بك، عافية والله، عافية والله، بعدني ما حكيت أنت تبكي، الله أكبر، واحد محرم، واحد محرم أبا عبد الله، قبتك لبست راية سودة، يعني أمك الزهراء لبست أسود الليلة. إي أبو السجاد، القبة من تلبس أسود الزهراء تلبس أسود، الآن الزهراء لبست الأسود يا أبا عبد الله، الزهراء أعلنت الحداد. يا با أنا الوالدة الدايم حزنها، أنا الوالدة الدايم حزنها، لأني أبيات جداد تما سامع. يا با أنا الوالدة الدايم حزنها، الدايم حزنها، وبالطج جابت راس ابنها. الله، نبتدي مجلسنا الليلة بيك يا أم أبيرة يا أم الحسين، حتى مجلسنا يصير مبارك الليالي الآتية. نبدي مجلسنا بيك يا زهراء يا زهراء يا زهراء، أنت المعزات سيدتي. أنا الوالدة الدايم حزن وبالطش شافت رأس ابنها، والله وطول الوقت ما قل حزنا يا زهراء يا زهراء. الله 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 الله، بعد شو تقول؟ تقول انا الوالدة اليسرى وبتها، انا الوالدة اليسرى وبتها، انا الوالدة اليسرى وبتها، يضربونا وتصرخ شفتها، يا بي ضربوا يا 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 انا وتصرخ شفت من الكوفة للشام تبعتها، والله تبعتها يا 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 وتعاتب حسين سمعتها. شو تقول له؟ يا بس سمعتها يا حسين زينب من عفته للشام دولة بهوكتها. لا لا بعد خل اقرا للزهراء حتى اهيئك للمصيبه اللي مختار لك اياها الليله، بعدني ما قريت لك مصيبه، هاي كلها بدي اهيئك، اهيئ قلبك ابو علي ابو السجاد، الرايه سودة الليله على قبتك حسين، لبسنا السواد عليك ابا عبد الله، البسنا السواد عليك يا باب.
صاحب الزمان لبس السواد هذا اليوم يا حسين، صاحب الزمان لبس السواد هذا اليوم يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين، والله يا حسين يا حسين يا حسين. الله الله الله. أدور بالمجالس مثل المضيع مثل المضيع. شو الدورين؟ أدور بالمجالس مثل المضيع بل كم صوتنا على الولد ينعم. نعم نعم. ندور بالمجالس، حضري مجلسنا سيدتي، ننعى والله ننعى. ادور بالمجالس مثل المضيعة بل جن صوتنا على الولدين. يا بينعى ورش باب الحسينيات بالدمعة. شقر عليك ابا عبد الله، شقر عليك حسين. كربلاء لبست اسود الليلة ابو علي، الله قلوبنا لبست اسود عليك ابا عبد الله. هذا الشهر اللي هالليالي اللي الامام الصادق منكسف اللون في الرواية، منكسف اللون، وكان لا يضحك في هذا الشهر الامام سلام الله عليه، كله كان يبكي على جده الحسين. كربلاء لبست اسود ابو علي سيد، اريد اقرأ هاي الابيات واختم، بقت لي 5 دقائق ابو السجاد. ما دام كربلاء الليله لبست اسود اريد اسولف ويا كربلاء بلسان زينب سلام الله عليها. العام قريت ابيات كربلاء يعني ركض فوق التراب، لا ما ارد اعيدها، ارد اقرا غيرها. كربلاء يعني جريح بصف جريح، كربلاء يعني الم يقطع الروح، كربلاء كربلاء لا لا. السنه ارد اقرا غيرها، السنه العام احكي بلساني، السنه ارد احكي بلسان زينب ويا كربلاء. زينب تقول يا كربلاء ضيفك قضي ولا ناصر الشفتي. يا كربلاء ضيفك قضي ولا ناصر الشفتي. بعدني ما مبكيك يا كربلاء ضيفك قضي ولا ناصري شفتي. داروا علي من كل كتوب وبقاعتي حسين ولا هنا ارد ابكيك والله وبقاعتي حسين ولا ولا. كربلا ما ردنا ناصر لا رحم بس ردنا ما ينغسل. يا با ما ردنا ناصر لا رحم بس ردنا ما ينغسل. بعد تردين ماي؟ ماكو ماي، ماي هم ماي. زين ما نريد ماي، شي ثاني نريد شنو؟ والله بس ردنا ما ينغسل وردنا جفن منك بعد لابن النبي. يا كربلاء يا كربلاء وردنا جفن منك بعد لابن النبي. يا كربلاء خل اختم هنا. زينب انهضمت قالت مع الاسف انا زينب اطلب من كربلاء وما تطيني. قالت لها كربلاء ما معتازه اليك بس الدنيا ضكتني، دولاب الدهر في تربية شو اسوي؟ والا انا اطلب من واحد الناس تطلب مني، انا ما اطلب من واحد. كربلاء انا لو خدري ما كان انسلب جفنت اخيب هالخبر. يا بلا خدري ما كان انسلب جفنت اخيب هالخبر ولو ما دمع عيني نشف دموعي غسلت بخور. والله غسلت الضخايا يا يا ولو ما يتامى برقبتي فيت لبحر الضدور. بس اذا افيل الايتام يضيعون يا كربلاء بالقوة لازمتهم. ها ولو ما يتامى برقبتي فيت لبحر الضغور. بعد والله الضغور
ولو ما ينظرون العدا يا كربلاء احفر قبور. بس الناس يشوفني، بس الناس يشوفني والله احفر قبر بيت الدعاء. انا لا تابوت عندي ولا قبر مغفور. ويلي عليك يا بلا تابوت عندي ولا قبر محفور. لا ماي وسدير يا حسين لا كافور. أجل فرج إمام زماننا، جعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقضي حوائجنا بالسبعة الليلة الآتية، ليلة العليلة. العليلة الكل يبكي، باكر بتشيكم كلكم إن شاء الله. العليلة، مصيبة العليلة. عجل فرج مولانا، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله. اقضي حوائجنا يا الله، اشفي مرضانا يا الله. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، من على مرضانا بالشفاء والعافية يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. المؤسسون تقبل أعمالهم، أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم. يا أمواتهم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.